يقول سائل من الحبشة، يقول أنا أتابع فتاويكم وعندي سؤال أشكل علي قول الإمام ابن تيمية رحمه الله إن الاجتماع لسماع القرآن وتلاوته والاجتماع على الدعاء والقراءة والذكر يباح ذلك على أنه لا يداوم عليه، وإنما البدعة فيه في المداومة. انتهى كلامه من فتاوى ابن تيمية. كلام شيخ الإسلام يتنزل على طرق محدثة، على طرق محدثة يستعملونها، ربما قرأوا القرآن ودعوا بصوت جماعي وعلى أي طريق من الطرق المحدثة والمخترعة التي يعملونها. أما إذا اجتمعوا كهذه الاجتماعات في تفسير أو في قراءة قرآن أو نحو ذلك بما لا محدث فيه فلا مانع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدارس جبريل كل عام، وفي العام الذي توفي فيه دارسه مرتين الحديث الصحيحين من حديث فاطمة، وفي حديث ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان، وأجود ما كان الناس النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل القرآن.